السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمتهن مصلحة صباغة الجلديات والأقمشة. أنا بيدي هاي المصلحة والحمد لله رب العالمين ومستورة ونشكر الله رب العالمين. هاي المصلحة تعلمتها وأنا بالمعتقل ضمن فترة اعتقالي بمنطقة النظام السوري. هاي المصلحة تعلمتها وأنا بالسجن، ولما طلعت فتحت موضوع الكوي فقط، الغسيل والكوي، ما كان عندي مادة ولا عندي من يدعمني، ولكن شوي شوي الحمد لله وتيسرت أموري. اشتريت مكواية كبيرة واشتريت ماكينة خياطة وبيدي مصلحة الجلديات. قمت أشتغل بالجلديات التعبانة وقمت أرجع الجلد للوكالة. تعلمت كثير منه من خلال النيت، من خلال الأخوة اللي ساعدوني معنويا ليس ماديا. تعلمت المصلحة ضمن المعتقلات، أشتغل بالجلديات القديمة أرجعها جديدة، أرثيها، اللي ناقصه سحاب، اللي ناقصه زرار، أقلب ما بين لون ولون. أكثر شيء تجينا بعض الجلديات، وكنت أشتغل بالغسيل لأنه كوننا وضعنا مهجرين. بعد ما طلعت بعض الناس تجيب لي جواكيت ملونة، يعني مثل الأصفر أو الأحمر أو الكرزي أو الزهري، أزبونات أو البالة، يجيني أنا أقلب من لون للون حسب اللون المطلوب، حسب اللون المطلوب. هذه الألوان كلياتها أنا قمت أشتغلها. والمصلحة هي قديمة جدا، يعني مصلحة نادرة صارت بهذا الزمان. والمصلحة هي أنا تولعتها صارت حالة حايش ضمن الجو هذا ذاته. يعني إني اليوم أقدر أغير مصلحتي، صارت مصلحة عايشة معاي بروحي. حبيت المصلحة ويمكن المصلحة كمان حبتني، لذلك ما عاد أقدر أتخلى عنها لا بيوم من الأيام ولا سابقا. مصلحة جميلة جدا وتعد من المصالح التراث القديم، صارت جدا قديمة. مصلحة الصباغة، الغسيل، الكوي، الدباغة للجلديات، للأقمشة، الترثاية، يعني مصلحة صارت أحسها تمشي بعروقي بدمي. صرت أحس حالي المصلحة من غيرها أني ولا شيء.